انا عايز كمان اكراما يا كابتن اكرم للسيد سيف المعمري ابو سلطان. جاءني الان صوره مهمه جدا وانت معانا واحنا بيتابعنا الاف دلوقتي. بص الناس المضلله الجزء الثاني من الاسكريبت ان السيد سيف المعمري ابو سلطان لابس احمر رهلهم يستفزهم في المدرجات، وللاسف ان يقول ذلك عمرو الدردير وهو صديقي 30 سنه وفي مرتبه نائب رئيس تحرير الاهرام، يعني أربع به في مثل هذه الأزمات أن يتخلى عن هذا التوتر والتهور. يا عمرو أنت صديقي 30 سنة، يا عمرو ما ينفعش تدخل الضحك في الهزار في الجد في الهزل في مثل هذه المواقف. عمرو ذكر يا جماعة، وأنا أستكهد من الكابتن أكرم الروديني الذي يتلي بالشهادة لله، وخلي بالك أنا قلت له قبل الهوى لن أطلب من حضرتك أمراً إلا ما هو متاح لتصفية الأجواء وليس لتصعيد الأمور، فهو الرجل حريص. أنا وهو عندنا بلاوي. عمرو بيقول إن سيف المعمري أبو سلطان راح استفزهم في المدرجات. جاءتني هذه الصورة المهمة. بص يا كابتن أكرم سأصف ليك لأنك أنت أكيد مش بتتفرج علينا لأن أنا عارف إنك بره. ده السيد سيف المعمري أبو سلطان لابس أحمر والتيشيرت عليه علم الإمارات. في حاجز حديد ما بينه وما بين دونجا في محاولة من دونجا إنه ينط حاجز الحديد. هذه الصورة اللي ذكرها الكابتن أكرم عشان لحسن حد يقول لك عشان أهلاوي، الكابتن أكرم ذكر هذه الشهادة. أشكر الإخوة الإماراتيين اللي بعتوا لي الصورة على الهواء. حاجز حديد أهو ما بين السيد أبو سلطان قدامكم أهو وما بين دونجا، ودونجا كان بيحاول ينط السور الحديد. يفكر نفسه في استاد سلسل ليان. قدامنا الصورة وعمل لكم علامة على السيد سيف المعمري أبو سلطان المسؤول بنادي الوحدة، وهو بيقول له هذا ممنوع وإنت بتتخطى المكان المسموح ليك. أهي بس بتؤكد أنك أمين بشهادتك. ايوه انا قلت في زي ما اكدت معاك التيشيرت احمر بعلم الامارات، انا مش هشهد شهاده. وبعدين انا هقول لك مفاجاه استاذ عبد الناصر ليك، يعني انا املك الفيديو بالكامل بتاع اللي حصل بالاحداث وما نزلتوش ومش هنزله رغم اهلاويتي، لكن انا بحافظ على الناس في مصر اللي هم ما حافظوش على نفسهم. لكن انا حابب اقول نقطه مهمه جدا، يعني لو كان حدث ده كان الراجل ده تعاقب في الامارات. انا بدات كلامي بقول لك لا فرق بين مواطن ومقيم، وانا باكد لو الراجل كان حصل منه اي استفزاز كان اتعاقب. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي هنا اللي بيحكم العلاقه بين كل الناس التخصص. هذا الرجل بقاله 30 سنه في نادي الوحده لم يصدر منه اي افعال ولم يصدر منه اي افعال، ومدربين تدريب كامل اللي هم ما يشعلوش الاجواء. لو في مشكله بتتحل عن طريق الكاميرات بعدين، وده اللي احنا شفناه. ولا لو الشرطه في اي حته في العالم كانت خدت وعملت مشاكل وبانت في الصوره وكانت هناك تبادل ما بين الشرطه وما بين القائمين واللاعبين والبدلاء، لكن هم عندهم من الحكمه والتدريب اللي هم ما يتجاوزوش. خلص الموضوع، ارجع للكاميرات، الادله المثبته زي ما قلنا، الدليل المثبت، وبيروحوا كل واحد حاله. وراحوا الفندق تاني يوم الصبح خدوا الناس وتم التحقيق زي ما فرضنا. يعني فالراجل ده ولا عمل الكلام ده قدام عينيا ولا هيعمل الكلام ده، لانه لو عمل كان اتحاسب. فالكلام ده شوف ربنا يا ربنا يا كابتن اكرم كان ينصر الراجل في سور حديد بينه وما بين دونجا، اهو سور حديد اهو باين جدا. خلي بالك عايز اقول لك على حاجه، انا عايز اقول لك على حاجه، اشكروا الراجل اللي ده تنازل. اشكروا الراجل، الراجل ده لو ما تنازلش كان زمان سيتم ترحيل اللاعبين ومدير الكره كابتن عبد الواحد السيد بطريقه لا تليق. اشكروا الراجل اللي تنازل. ونتمنى من الاثنين التانيين خلال الساعات القادمه ان يقبلوا الوساطه للتنازل. أنا بقول لك معلومة، يعني الموضوع في رتوش الأخيرة ومجرد إجراءات.
يعني أهل الإمارات أهل كرم وأهل احترام، ويتبقى لماذا تأخر البيان أو لماذا تنصل حسين لبيب من الاتفاق الخاص ببيان تلطيف الأجواء لو عندك معلومة؟ لا، هو تأخر قلة خبرة، تأخر عدم وعي للأمور اللي بتحصل قدام، يعني ما عنديش أنا وعي لإيه اللي ممكن يحصل، لكن أنا أؤكد لك لو كان البيان تم ولو كانت الاتصالات تمت على أعلى مستوى ما بين اللجنة المنظمة والشرطة والكابتن حسين لبيب لكان للموضوع اتجاه آخر. كابتن أكرم الروديني، أشكرك والله جدا لوقتك، وأثقلتنا وكبرتنا وأسلكت صدورنا، وهذا كرم منك يعني، وصداقة أتشرف بها على الدوام، وأنت اسم كبير دائما يرفع من شأن المصريين، ويجعلنا فخورين بيك سواء عبر الشاشات أو حتى علاقاتك الإنسانية والشخصية على مدار سنين عملك في الإمارات.